الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، لذا كان لزاما علينا أن تكون صحتكم هدفنا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم طبيب الأسرة. النهاردة في طبيب الأسرة عندنا حالة غاية في الخطورة. النهاردة في طبيب الأسرة بنتكلم عن سرطان المعدة أو السرطان المعدي. سرطان المعدة بتوصل نسبة الإصابة به إلى 1%، دي نسبة تعتبر كبيرة جدا نظرا لخطورة هذا المرض. النهاردة هنعرف إن شاء الله إيه هي أهم أسباب الإصابة بسرطان المعدة، وما هي طرق علاج سرطان المعدة، زي ما هنعرف إيه هي أهم طرق الوقاية من سرطان المعدة. يسعدني أن ألتقي بضيفي الدكتور شريف هليل، استشاري الأورام والمناظير جامعة الزقازيق. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. كما يسعدنا تلقي آرائكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة. دكتور، في البداية حابب أعرف ما هو مفهوم السرطان أو سرطان المعدة بشكل خاص. السرطان عموما هو بيعتبر ورم أو بيعتبر نسيج غريب عن العضو الأساسي اللي هو اللي بيخرج منه الورم دوت، كنتيجة لتحور في أو تغيير في نمط نمو الخلايا، فده بينتج عنه النسيج دوت اللي هو بيختلف في الشكل والتركيب عن النسيج الرئيسي للعضو، فده بيسبب لنا مضاعفات ومشاكل كبيرة بتظهر بعد كده في أعراض المريض. تمام، ولكن يا دكتور هل بيكون هذا السرطان بيكون نتيجة خلل في افراز هرمونات ولا له اسباب مختلفة؟ لا طبعا، خصوصا موضوع النهاردة السرطان المعدي بيبقى له اسباب كتيرة، يعني اولى الاسباب اللي هي العادات الغذائية السيئة، الاكثار من تناول الاطعمة المدخنة والاطعمة المملحة زي مثلا الفسيخ وزي الرنجة وزي الاطعمة المدخنة زي الديك الرومي المدخن وزي اللانشون المدخن، الحاجات دي كلها بتبقى خطرة جدا على الاغشية المخاطية بتاعة المعدة وبتتسبب في تكاثر الخلايا وتعمل اورام سرطانيه. دي رقم واحد. في عندنا جرثومه اسمها الجرثومه الحلزونيه او الميكروب الحلزوني، بيبقى موجود في المعده في المنطقه البابيه من المعده. الجرثوم الحلزوني دوت بيسبب برضو يعني بيعمل تحور في شكل الخلايا ويتسبب في الورم في الاخر، ممكن كنتيجه لوجود بعض الالتهابات المزمنه في المعده او الالتهابات المعده اللي هي الدموريه، بنقول عليها الدموريه كنتيجه لقرح مزمنه او التهاب مزمن، ده برضو بيتسبب في كده. تمام، لكن مش يعني لو قربنا اكتر من سرطان المعده، مش الاغذيه بس هي اللي بتكون سبب في الاصابه بالسرطان؟ لا طبعا، في اسباب كتير، يعني في برضو بعض الحالات بنشوفها في بيبقى فيها عامل وراثي، بعض الاسر بيبقى فيها خلل في جين معين بيأثر على افراد كتير من الاسره، وطبعا في الحالات ديت اللي هم اعضاء الاسره اللي موجودين دول لازم يعملوا كشف دوري، خصوصا لو في قريب ليهم الدرجه الاولى عنده المرض دوت، فلازم يكشف دوريا عليه ويعمل منظار عند الطبيب المتخصص عشان يطمن ان مفيش مشكله. طب يا دكتور، بالنسبه للتدخين، هل التدخين بيكون سبب رئيسي في الاصابه بالسرطان؟ طبعا عدد السجاير اللي هو المدخنه في اليوم وكميه التدخين دي عامل رئيسي في الاصابه بالسرطان المعده بصفه خاصه والسرطان بصفه عامه. تمام، بس عايزين نعرف اكتر من حضرتك، لان في ناس كتير بتسال ازاي هنعرف ان دي حاله اصابه بالسرطان، لان الاعراض زي اعراض قرحه المعده او غيرها بتختلف او بتلتبس على المريض، ازاي يشخص او ازاي يعرف ان ده سرطان معده؟ فعايزين نعرف من حضرتك ايه هي اهم الاعراض. هو في الحقيقه سرطان المعده معروف ان هو من السرطانات القاتله، بنسميه احنا القاتل الصامت، لانه بيبقى شرس جدا، النسيج بتاعه بيبقى نمو عنيف وبيسيطر، ممكن ينتشر في الانسجه اللي حواليه. تمام. ده من هنا التعريف دوت صامت، لان المعده بتبقى لها تجويف كبير، فالورم بعد ما يبدا يظهر بياخد وقت كبير لغايه ما الاعراض تظهر. تمام،
فالمهم جدا المريض في بعض الحاجات لازم ينتبه ليها، ان هو عنده سرطان المعده. الاعراض الاوليه اللي ممكن تحصل ممكن يبقى في وجع دائم في فم المعده او في منطقه المعده، بيبقى في وجع دائم، بيبقى في عنده نقص في الوزن. دي الحاجات اللي هي بتحصل بدري جدا. طب ازاي دكتور هنعرف نفرق بين، يعني دايما بنشوف ناس حالات اصابه المعده بالوجع او بالالم بتتكرر كتير جدا، ازاي افرق بين يعني هل كل حالات الالم بتعد سرطان؟ القرح لازم نفرق بين القرح وبين السرطان. تمام. القرح المعديه بتحصل في سن بدري شويه، وبتبقى نتيجه لتوتر عصبي موجود عند الشخص، بيبقى سن صغير من 20 ل 30 سنه، بيبقى شخص نحيف، بيبقى عنده توتر دائم، ممكن يحصل القرح في الاثنى عشر او في المعده. الاعراض بتاعتها بتختلف عن السرطان، لان السرطان بيحصل في سن متقدم شويه. لو الاعراض ظهرت فجاه، الاعراض التهابات المعده او اعراض الوجع في المعده ظهرت لشخص فوق ال 45 سنه او ال 50 سنه، بيبقى بنشك بنسبه كبيره ان دوت سرطان معده، لانه القرح بتحصل في سن بدري شويه. تمام. هل سرطان المعده بيكون له تاثير على الاجهزه الاخرى؟ طبعا سرطان المعده ممكن ينتشر في الاعضاء اللي حواليه والاجهزه اللي حواليه زي القولون. ممكن يقفل المنطقه البابيه من المعده، فده بتسبب لبقيء دموي للمريض، بتسبب لبراز دموي، ممكن يتسبب في وجع دائم وانتفاخ بالمعده. ده كله بيبقى ظاهر في اعراض المريض اللي هو عنده انسداد في المعده. تمام. شفنا في الفترة الأخيرة دكتور تحذير من كثير من الأطباء بعدم تسخين الأطعمة أو طهي الأطعمة في الأواني البلاستيكية، هل الطهي في الأواني البلاستيكية بيكون له تأثير أو بيكون مسبب للإصابة بالسرطان أو سرطان المعدة هي بشكل خاص؟ المادة اللي موجودة في الأوانة البلاستيكية بتأثر عموما على بقية الأعضاء مش المعدة بس. المادة دي مسرطنة، معروفة إن هي مسرطنة، فيفضل ان احنا من نسخن في اوعيه معدنيه. تمام. نتجنب تسخين الحاجات دي في اوعيه بلاستيكيه، لانها بتعمل انواع كتير من السرطانات خصوصا سرطان الثدي. تمام. فاحنا بنحاول نتجنب الموضوع ده شويه. تمام. شيء طبيعي يا دكتور ان اي مرض او اي عدوى بيكون لها مضاعفات، اهم مضاعفات سرطان المعده. المضاعفات بتاعته سرطان المعده في الاول خالص ممكن يعمل هزال شديد، لانه بيبقى نشط، الورم بيبقى نشط جدا، فده بيأثر على الميتابوليزم او الايض بتاع الجسم، فبياخد من الغذاء الجسم ويعمل هزال شديد للمريض. دي الاعراض الاوليه بتاعته. بعد كده بيبدا يحصل لما حجم الورم يكبر شويه، ده ممكن يقفل المعده، فيزود حجمها، المريض ما يقدرش ياكل كويس. طيب. بيحصل انواع مختلفه من الانيميا كنتيجه للضعف والهزال الشديد، لان مفيش اي اكل بينزل للعيان. تمام. المعده مقفوله، بيحصل قيء دموي زي ما قلنا. ممكن السرطان المعده يخرج بره جدار المعده، يعمل لنا يغزو الاعضاء المحيطه بيه زي القولون مثلا، ممكن يعمل انسداد في القولون او في الامعاء. تمام. ده ابرز المضاعفات. دي ابرز المضاعفات. تمام. ينتشر للغدد الليمفاويه اللي موجوده حوالين المعده، وممكن يوصل لغايه الكبد، لان الكبد قريب جدا من المعده برضو. فدي كلها مضاعفات ممكن تحصل من الانواع المتقدمه من السرطان. تمام. زي ما عرفت من حضرتك ان التدخين بيكون له سبب، يعني بيكون مؤثر كبير جدا في الاصابه بسرطان المعده. هل المنشطات او الاسراف في تناول المنشطات بيكون له تاثير يعني اساسي في الاصابه بسرطان؟ لا المنشطات تقصد يعني زي الترامادول مثلا او في الحقيقه دي ما لهاش علاقه بسرطان المعده، هي لا يعني هي بتاثر اكتر على الجهاز العصبي وعلى حاله الوعي للمريض، بس ما لهاش علاقه بالسرطان. يعني حتى المصاب بالسرطان ما بتعملش تطورات عنده او مضاعفات؟ لا ما بتعملش حاجه. لا الترامادول والحاجات دي منشطات ما لهاش علاقه بسرطان المعده. تمام. طيب بالنسبه لطرق العلاج المختلفه في بدايه الحاله، ممكن نستعمل علاج كيميائي او كيميائي او كيميائي. تمام. عايز حضرتك تقول لي في بدايه الحاله او في بدايه التشخيص اول حاجه اول طريقه العلاج هتكون ايه، وبعد كده هنستعمل الطرق المختلفه ازاي؟ في الحقيقه في مدارس جراحيه مختلفه لطرق العلاج. الاول في بعض المدارس بترجح ان احنا ندي علاج كيميائي وعلاج في الاول عشان نقلل حجم الورم،
ونقلل رجوعه مره تانية بعد ما نشيله. في بعض المدارس الجراحيه تانية بتقول ان احنا لازم نشيل الورم بجزء حواليه من الجزء السليم من المعده عشان نمنع تكراره تاني. وبعد كده بنبدا نعمل العلاج الاشعاعي والعلاج الكيماوي. اولا احنا قبل ما نبدا العلاج طيب بس يا دكتور، قبل ما نستفيض في طرق العلاج، عايز اعرف من حضرتك، هل سرطان المعدي بيجي للمعده بشكل مباشر ولا بيكون له اسباب مختلفه، او امراض يعني امراض او مضاعفات بتكون في المعده قد تصيب المعده، او قد يعني تطورات هذه الامراض تجيب السرطان؟ زي ما قلنا في الاسباب في الاول، التهابات المعده المزمنه اللي بنسميها الاتروفيك جاسترايتس، ممكن في نوع من انواع الانيميا اسمه الميجال بلاستيك انيميا او البرنيشس انيميا، بيبقى فيه نقص في فيتامين بي 12، ده برضه ممكن يتسبب في سرطان المعده. في نوع في حاجه ثالثه وهي الاهم، اللي بتسبب في 80% من حالات الاورام في المعده، واللي هي الجرثومه الحلزونيه اللي هي بتبقى موجوده في المنطقه البابيه من المعده، وبيبقى اعراضها ان يبقى في العيان بيتكرر باستمرار، بيبقى عنده وجع باستمرار في فم المعده، بيبقى عنده عسر هضم. ودي من الاعراض اللي احنا بنقلق منها في الاول، ان يبقى في مشكله او عندنا ورم او كده. تمام. هل في اشخاص اكثر عرضه للاصابه بسرطان المعدي؟ في بعض المتلازمات المرضيه زي ما قلنا في الاول بتبقى كنتيجه لموجود خلل جيني او عيب جيني في الجسم، بتبقى منتشره في اسر معينه. في بعض المناطق شرق اسيا زي اليابان وكوريا وزي شيلي في امريكا الجنوبيه، دي المناطق دي بيبقى فيها جينات معينه وكنتيجه للاكل. طبعا معروف ان كوريا واليابان والمناطق دي بتاكل الاسماك المملحه بكميه كبيره، فزي ما قلنا ده بيأثر على جدار المعده وبيتسبب في الاورام. تمام. طيب بالنسبه للاعمار يا دكتور، هل سرطان المعده بيصيب اعمار معينه، يعني عند الاطفال، عند الشباب، عند النساء، عند الرجال؟ عايز اعرف الاعمار المختلفه، او يعني السن الاكثر عرضه للاصابه بسرطان المعده. هو معروف ان السن الاكثر عرضه هو فوق 50 سنه. تمام. دلوقتي بنشوفه في ناس اصغر في السن، ونتيجه لوجود ملوثات كتير في الاكل، ونتيجه لوجود الاكثار من الاكل المدخن اللي قلنا عليه، وزي والعادات السيئه، التدخين والحاجات دي كلها بتقلل السن الاصابه. تمام. فكان زمان بنشوفه في السن الكبير، دلوقتي الموضوع يعني نزل شويه معانا وبقى السن اصغر شويه. تمام. هل المناعه دور، او ضعف المناعه بيكون له دور في الاصابه بالسرطان؟ في الحقيقة ضعف المناعة ملوش دور مهم، يعني ضعف المناعة بيبقى له علاقة أكتر بالأمراض اللي هي الخاصة بالالتهابات وكده، إنما ملهاش علاقة بالسرطانات يعني. تمام. طيب من كلام حضرتك السابق، هل نقدر نركن لوم على العامل الوراثي بالنسبة للإصابة بالسرطان؟ العامل الوراثي قلنا في بعض الاسر بيبقى موجود، احنا مش قادرين نفصل لان دي حاجات يعني متخصصه شويه. تمام. فاحنا بنحاول نفهم الساده المشاهدين ان بيبقى في بعض الاسر منتشر فيها الموضوع ده كنتيجه لوجود خلل جيني موجود. تمام. بنشك ان الاسره دي ممكن اعضاء تانية منها تصاب، خصوصا لما يبقى في واحد من الدرجه الاولى مصاب بسرطان المعده، فممكن ابنه او اخوه او كده يبقى اكثر عرضه للاصابه. وبناء عليه بنخلي العيانين اللي في الاسر ديت يتم فحصهم بشكل دوري، بنعمل تحاليل دلالات الاورام زي السي اي اي اللي هو كارسينو امبريونيك انتيجين، وزي التيومر ماركر 19.9. وبنعمل طبعا فحص دوري عن طريق المنظار العلوي للجهاز الهضمي عشان نشوف فيه اي مشكله. طبعا في حاجة تانية ممكن تحصل يحصل عليها الورم، ممكن يبقى في زوائد لحمية في المعدة، دي بتبقى موجودة في الأسر ديت، وممكن تبقى موجودة في أماكن تانية من الأمعاء والقولون. لو وجود الزوائد اللحمية دي بيزود احتمالية حدوث السرطان. تمام. زي ما عرفنا مع حضرتك يا دكتور، إن من أهم أسباب الإصابة بسرطان المعدي هو تناول اللحوم المدخنة والأطعمة المملحة، دي بتكون ممنوعات طبعا من المصاب بسرطان المعدي. هل يوجد أطعمة ينصح بتناولها للمصاب بسرطان المعدي؟ الأطعمة المهمة جدا اللي احنا بننصح بيها أي حد، حتى مش لازم يبقى مصاب بسرطان المعدة عشان نقي من السرطان دوت. لازم ياكل الخضروات والفواكه بشكل متقطع على طول اليوم. لازم لأن الخضروات والفواكه دي بتبقى غنية بفيتامين A وفيتامين G اللي هي بتحتوي على مضادات الأكسدة، وزي ما احنا عارفين في العمليه المرضيه اللي بتحصل في الورم بيبقى في اكسده للخلايا، الاكسده ديت بتعمل طيب نمو. احنا معانا دكتور فيديو، يا ريت تشرح لنا بس ايه اللي بيتم في الفيديو ده.
هنا الفيديو بيوضح، هنا داخل المعدة دكتور زي ما حضرتك شايف دوت الجزء ده داخل المعدة، هنا الورم بيبدأ يكبر في الحجم، وبيبقى فيه غدد ليمفاوية على الجزء الأيسر من المعدة بتكبر في الحجم. طبعا كل ما بيكبر الورم في الحجم كل ما الأعراض بتبدأ تظهر على العيان. تمام، زي ما احنا شايفين الورم بينتشر في جدار المعدة، ده بنسميه النوع المنتشر، بينتشر ويعمل سمك في جدار المعدة. يعني المرض ممكن يملى المعدة كلها. طبعا ممكن يملى المعدة وممكن ينتشر في الجدار بس وما يعملش انسداد في المعدة. تمام، زي ما شفنا دكتور في الفيديو ان المرض بيبدأ صغير ثم بيكبر بيكبر بيكبر. في بداية المرض لو رجعنا لطرق العلاج تاني، في بداية المرض اول طريقة للعلاج بتكون ايه بالظبط؟ في الحقيقة الطريقة الفعالة المهمة جدا للعلاج هي ان احنا نستأصل الورم. ده في البداية؟ ده مهم جدا. تمام، يعني لازم الاول نشخص الاول، يعني تشخيص المرض بيجي ازاي. لو احنا شكينا في وجود قرحه موجوده في سن كبير مثلا، عيان بيجي لي بوجع في فم المعده، بيجي لي بعسر هضم، بيجي لي بهزال او نقص في الوزن، لو شكيت ان في مشكله ببدا اعمل له منظار وبعمل له دلالات اورام، وببدا اخد عينه من الورم اللي موجود واحللها تحليل باثولوجي عشان اعرف اذا كان في ورم ولا لا. لو لقينا في ورم بالتحليل الباثولوجي بنتدخل فورا، نشيل جزء من المعده. طبعا في انواع كتير للعمليات المعده، ممكن نشيل الجزء اللي هو البعيد من المعده او الجزء القريب، بنسميه الاستئصال الجزء اللي هو الديستال من المعده. تمام، او الجزء القريب من المعده او الاستئصال الكلي للمعده، دي في الاورام اللي موجوده في المنطقه البابيه او المنطقه او جزء الجسم المعده. تمام، طب لو قربنا اكتر اكتر يا دكتور من عمليات استئصال الجزء المسرطن او الجزء المصاب بالسرطان، ازاي هنهيئ المريض لهذه العمليه؟ في الحقيقه لو المريض مثلا عنده مشكله في فقر دم او في نقص في الهيموجلوبين، بنبدا نديله دم وبنبدا نديله حديد مثلا في شكل انفيوجن او في شكل حقن، بحيث ان هي تزود لنا نسبه الهيموجلوبين في الدم. لو في عندنا نقص في الالبومين او نقص في بروتينات الدم، بنبدا نديله تغذيه وريديه بحيث ان هي تقوي شويه ويقدر يستحمل العمليه. تمام، إلى مشاهدي الكرام سؤال الحلقة، لكل فرد بيعاني من اضطرابات في البطن يجب عليه أن يلجأ إلى الطبيب لكي يشخص هذه الحالة، فسؤال الحلقة هو هل تشعر باضطرابات في البطن؟ يسعدنا أن نلتقي آرائكم واتصالاتكم عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة. رجعنا لك يا دكتور بعد ما كنا بنكلم مشاهدي الكرام، وعايزين نعرف بعد العمليات الجراحية ايه هي الطرق المختلفة عندنا، مثلا طريقة العلاج بالأشعة او العلاج الطريقة الإشعاعية او في علاج المناظير، عايزين نعرف كل نوع على حدة. في الحقيقة بعد استئصال اورام المعدة، في بعض الناس بتفتكر ان احنا كده عالجنا المشكلة. احنا بنحتاج اغلب سرطانات المعده بتكتشف في مرحله متقدمه، فبيبقى عندنا في تضخم في غدد الليمفاويه، وبيبقى في عندنا ممكن انسجه ممتده للانسجه اللي حوالين المعده، انسجه سرطانيه ممتده للانسجه حوالين المعده. بنحتاج علاج كيماوي بتعطى في شكل دواء او اثنين او ثلاثه حسب حاله المريض او حسب نوع السرطان الموجود، حسب تحليل السرطان دوت. بنبدا ندي علاج اشعاعي لمكان السرطان. طبعا اثناء العمليه بنبدا نشوف المكان فين بالظبط، ونبدا نعمل علامات معدنيه كده في مكان السرطان، بحيث ان احنا نبدا بعد كده نسلط عليه اشعه علاجيه، بحيث ان هي تقلل الخلايا السرطانيه اللي موجوده في المكان ده، لان احنا مهما كانت مهاره الجراح ما بيقدرش يشيل الورم بالكامل. تمام، بيفضل فيه غدد ليمفاويه موجوده، دي احنا بنعالجها بالعلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي. طب العلاج الكيماوي يا دكتور بيكون له مضاعفات كتيره جدا، وفي بعض الاحيان الدكتور بيقول لك انا ما اقدرش اعالج المريض ده بالعلاج الكيماوي، ايه هي اهم اسباب رفض العلاج الكيماوي؟ اهم اسباب رفض العلاج الكيماوي، المريض طبعا بيتعرف من قرايب العيان او من اي حد قريب منه التعب الشديد اللي بيحصل مع كل حقنه كيماوي، بيبقى فيه الام شديده في الجسم، بتاثر على نخاع العظم، بتقلل انتاج الكرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء، بتاثر على نمو الشعر. العلاج الكيماوي ما بياثرش بس على الخلايا السرطانيه، بياثر على كل الخلايا ذات النمو الكبير زي خلايا الشعر وزي خلايا النخاع العظم. ده بيتسبب في انيميا حاده للمريض، الام شديده في العظم، بيبقى فيه الام شديده ومزمنه في العظم مع كل الحقن الكيماوي، بيبقى فيه تساقط للشعر. طبعا دي اهم الاسباب اللي بتخلي المريض يحجم عنها يعني. تمام، لكن المصاب بالسرطان المعدي او السرطان بشكل عام العلاج له بيكون باستئصال هذه
هذه الخلايا. طبعا تمام. دي اهم حاجه. طب طيب العلاج الكيماوي، هل العلاج الكيماوي بيعالج هذه الخلايا ولا بيميت هذه الخلايا ويمنع انتشارها؟ في الحقيقه هو الخلايا معروف خلايا السرطان هي خلايا بتنمو نمو سريع ومستمر. العلاج الكيماوي بيأثر على نمو الخلايا ديت، بيثبط نموها، ممكن ما يقتلهاش بالكامل، ممكن بس يقلل النمو بتاعها. في بعض الاحوال بعض الاحوال من السرطانات اللي هي مش شديده الخطوره قوي ممكن العلاج الكيماوي يجيب نتيجه كويسه. لو السرطان عنيف شويه او النسيج اللي احنا شلناه من المعده، تحليل الباثولوجي قال لنا ان هو نسيج شديد شويه من السرطان، ده بيبقى العلاج الكيماوي بيبقى صعب ان هو يشيله بالكامل. تمام. طيب بالنسبه للعلاج بالليزر او العلاج الاشعاعي او العلاج بالاشعه، لو حبينا نعرف من حضرتك ايه هي اهم تفاصيله وامتى هنلجأ للعلاج بالليزر او العلاج بالاشعه؟ هو في الحقيقه ما فيش علاج بالليزر في سرطان المعده، تمام. هو العلاج الاشعاعي والعلاج الكيماوي بس هو المتعارف عليه اكتر. تمام. حضرتك تقصد المنظار يعني؟ طيب هعرف من حضرتك يا دكتور، ولكن معانا اتصال تليفوني. معانا استاذ عباس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل، مع الدكتور معاك. اتفضل. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، اتفضل. والله بالنسبه لحضرتك، هل المسكنات ليها تاثير على المعده؟ وفي اكل مثلا، في نوع مثلا معين من الاكل لما مثلا تكتر منه ياثر برضه على المعده؟ طبعا المسكنات بتاثر على المعده لانها بتثبط بعض الانزيمات اللي موجوده في المعده وبتتسبب في قرح المعده. هي دي التأثير الرئيسي بتاعها، ان هو بيعمل قرح المعدة، بس مش معروف ان هي لها دور رئيسي في السرطان. يعني مفيش دور محدد للمسكنات في حدوث السرطان الا اذا عملت قرح في المعدة. طبعا الاكل اللي هو الكويس للمعدة او الافضل للمعدة اللي هو الخضروات والفواكه، نقلل من التوابل زي ما قلنا في اول الحلقة، الاكل المدخن والاكل البروسيسد فود او اللي بيبقى عليه نيتريت اللي هو الاكل المعلب، ده طبعا بيبقى مضر جدا للمعده وبيتسبب في حدوث السرطانات لو احنا كترنا منه يعني. تمام. طيب يا دكتور، بالنسبه لسرطان المعده بشكل عام، ليه بعض الاطباء بيقول لك العلاج المرض ده صعب جدا وخطير جدا ويصعب علاجه؟ ايه هي اهم اسباب صعوبه علاج هذا المرض؟ صعوبه علاج المرض ان هو بيجي بنكتشفه في مراحل متقدمه. لان احنا قلنا المعده حجمها بيبقى فيه تجويف كبير للمعده، التجويف الكبير ده على ما بيبدا يظهر الاعراض، على ما يبدا الورم ان هو يكبر في الحجم الاعراض بتبدا تظهر. قبل كده طبعا ما بنقدرش نشخصه الا اذا لو المريض عنده وعي شويه وبدا يعرف الاعراض اللي هي الاوليه اللي بتحصل في سرطان المعده، زي اللي قلنا الهزال وزي عسر الهضم وزي الالم المستمر اللي هو بيجي في السن الكبير. لو ده حصل بنشك في كده. طبعا صعوبه المرض ان هو بيجي في مرحله متقدمه، فبيبقى صعب ان احنا نقدر نشيل الورم كله لانه بيكون انتشر في جنب المعده في اعضاء ثانيه. تمام. طب يا دكتور، لو رجعنا تاني لطرق العلاج وهي اهم نقطه في الموضوع، زي ما قلنا زي ما حضرتك قلت لنا ان في طرق علاج بالاشعه، عايزين نعرف اكتر ايه هي طرق العلاج بالاشعه وامتى هنلجا للعلاج بالاشعه؟ العلاج الاشعاعي بيبقى مرحله بينقسم لنقطتين. اول حاجه بنعمله بعد العمليه لما يبقى في عندنا ورم منتشر بره المعده، بنعمل العلاج الاشعاعي ده عشان نشيل اي اورام متبقيه موجوده، وبنعمله في المراحل المتقدمه خالص اللي الجراحات ما بتفشل فيها او ما بنقدرش نشيل. سرطان المعده بيبقى مثلا منتشر البنكرياس او منتشر في القولون، بنبدا نعمل علاج اشعاعي بحيث ان احنا نقلل الورم دوت لان احنا مش هنقدر نشيله بالكامل. تمام يا دكتور. معانا اتصال استاذ حسين، اتفضل. السلام عليكم. الو. عليكم السلام، اتفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. بقول لحضرتك انا طب لو سمحت يا استاذ حسين، وطي التلفزيون شويه عشان تعرف تسمعنا، وسمعنا من التليفون. استاذ حسين، للاسف انقطع الاتصال. رجعنا لك يا دكتور بعد الاتصال، كنا بنتكلم عن العلاج الاشعاعي. زي ما قلنا المرحلة المتقدمة بنلجأ للعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي، طبعا لازم يبقى مساند للعلاج الإشعاعي عشان ما بنقدرش نشيل الورم بالكامل. تمام. فاحنا بنلجأ ليه عشان نقلل حجم الورم بس ونقلل الأعراض الموجودة زي القيء المستمر للمريض وزي القيء الدموي وزي انسداد المعدة، ده بيقلل حجم الورم شوية فبيدينا بيحسن الحالة العامة للمريض. تمام. أنا عايز حضرتك يا دكتور توجه رسالة للسادة المشاهدين
عن ايه هي اهم اسباب او ما هي اهم طرق الوقايه من السرطان المعدي؟ اهم طرق الوقايه من سرطان المعدي ان احنا نقلل انواع الماكولات اللي احنا قلناها، اللي هي الاكلات المدخنه والاكلات اللي بيبقى عليها المعلبه اللي هي بيبقى فيها نيتريت، دي نقللها شويه. بناكل الخضروات وفواكه كتير اللي هي بتحتوي على الفيتامين ألف وفيتامين جيم اللي هي بتبقى فيها مضادات الأكسدة، دي بتبقى عامل مهم جدا في الوقاية من سرطان المعدة. بنعالج أي ميكروب حلزوني لو اكتشفناه، لو عندنا مثلا العيان في تكريع مستمر أو في عندنا ألم مستمر في المعدة لازم يعمل تحليل الميكروب الحلزوني، لأن ده بيتسبب بعد كده في 80% من الحالات في سرطان المعدة، فلازم نعالجه بدري عشان الموضوع ما يتطورش. طبعا يا دكتور، دور الطبيب دور إنساني قبل ما يكون دور محني. عايز حضرتك توجه رسالة لكل من يعاني من السرطان المعدي وتديله نوع من أنواع الأمل أنه بالفعل ممكن يعافى من هذا المرض ويكون إنسان صحيح. في الحقيقة نبدأ الأول بالوقاية الأول. تمام. المريض لازم في أول ما الأعراض بتاعت السرطان المعدة اللي هي اللي قلنا عليها اللي هي العسر الهضم والألم في المعدة لازم يبادر بالكشف فورا عند الطبيب، ما يهملش، لانه ممكن يبقى في عنده سرطان وهو متخيل ان هي قرحه في المعده، ودي المشكله الاكبر اللي بتقابلنا، ان العيان بيفتكر ان هو عنده قرحه او التهابات في المعده. المشكله ان بيظهر ان الطبيب بيكتشف الاصابه بهذا المرض متاخر جدا، بيكون الحاله اتطورت وحصل لها مضاعفات فبيكون صعب علاجها، لان طبعا المريض هو نفسه بيفتكر ان هو عنده حاجه بسيطه او عنده التهابات في المعده، بيبدا ياخد ادويه للمعده بسيطه، طبعا بيكون الورم اتطور. فاول حاجه بننصح الساده المشاهدين ان هم لو في الاعراض اللي احنا قلنا عليها دي ظهرت يبادر بالكشف. تمام. وعمل التحاليل اللازمه عشان نكتشف الورم بدري. اكتشاف الورم بدري ده هو اهم شيء في العلاج. تمام. لو الورم ده اكتشفناه متاخر هو ده بيبقى الامل ضعيف شويه في العلاج لانه بيكون انتشر. تمام. لو اكتشفناه بدري بنقدر نستأصله. تمام. كويس، وبنبدا نحافظ على الجزء الباقي من المعده ونعمل تحويل لمجرى الغذاء ثاني، نحوله على الامعاء عن طريق توصيل المعده بالامعاء. تمام. هل دكتور المصاب بسرطان المعدي بيكون له معامله خاصه؟ لازم طبعا، لازم نفسيا الطبيب يعامله نفسيا كويس، ويبدا يعرف ان هو دايما مريض السرطان بيحب دعم او بيحب سند من الطبيب. تمام. لازم تتكلم معاه ولازم تفهم شكواه كويس، ما يبقاش في عنف في التعامل. في بعض الناس بتتعامل بعنف مع المرضى، لازم تفهمه المرض بتاعه، تفهمه ايه هي المضاعفات بتاعته وايه هي طرق العلاج، وتدي له امل ان في ان شاء الله نسبه للشفاء باذن الله. تمام. وزي ما عرفنا مع الدكتور شريف وليل استشاري الاورام والمناظير، ايه هي اهم اسباب الاصابه بالسرطان المعدي وطرق علاج السرطان المعدي المختلفه. إن هنا نكون قد وصلنا الى نهايه الحلقه. اتوجه بك شكر الى ضيفي الدكتور شريف وليل استشاري الاورام جراحه الاورام والمناظير. سعدت جدا بلقائك يا دكتور. شرفت بيك وشكرا على الاستضافه. كما اتوجه بكامل الشكر الى زملائي في الاعداد الاستاذ محمد النجار والاستاذ حجاب حسن النشطاء. نتمنى ان تكونوا استفدتم واستمتعتم بحلقه اليوم، ويا رب نكون طمنا كل من يعاني بالسرطان المعدي. الى ان نلتقي نشكركم، دمتم في رعايه الله.